جرحانا الافاضل من ابناء محافظه الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشهر مبارك وكل عام وانتم بخير وفي خير وفي سعاده ان شاء الله. بدايه سعدت ان اكون معكم في هذه الامسيه المباركه التي تقام من اجل تكريم جرحى ومعالي محافظه هذه المحافظه الباسله التي لها باع طويل لا يستطيع ان يكفرها او يتحدث اي حد منذ قيام ثوره 26 سبتمبر حتى يومنا هذا، فهم السكاكين. فهم السكاكين الى ليالهم الشرع والرجول الى ليالهم النقاط من اجل اليمن ومن اجل استقرار وامن اليمن واليمنيين. ان كلكم في هذه الامسيه المباركه تحيات ومباركه قيادتنا السياسيه والعسكري ممثله مجلس القياده الرئاسي وعلى راس الجميع فخامه الرئيس الدكتور الدائم الدكتور رشاد محمد العليمي. ومن اعضاء مجلس القياده من هو راعي لهذا الحفل وكل الفعاليات في محافظه مالك نائب رئيس مجلس القياده الرئاسي محافظه مالك الشيخ سلطان بن علي. وكذلك ان تبدا بكم نحسن الداعي وزير الدفاع. ايها الاخوه الحاضرون جميعا جرحانا البياني قيادتنا وشعبنا وكل اليمنيين يقدم لكم كل ما بذلتموه من اجل اليمن واليمنيين. ان دماءكم التي عليتم بها التربه الطاهره تربه اليمن واشلاءكم التي قدمتوها من اجل تحقيق الامن والاستقرار في اليمن لن تنسى ولن تضيع ولن تتفقد. كلما اكتبنا شهيد او جريح او جزء من مقاتل كلما زدنا عزيمه واراده على الاستمرار في تحقيق الامن والاستقرار في اليمن في احراج النصر حتى الوصول الى الاهداف المرجوه والتي ارسلناها جميعا امام أعيننا وهو استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع واليمنيين. عندما نقول أن دماءكم لن تظهر هدف نحن لا نحن نقول ذلك من أجل الانتقام. نحن لسنا أصحاب انتقام، نحن أصحاب حق. أنتم قدمتم دماءكم وأشلاءكم من أجل الأمن والاستقرار من اجل السلام لليمن واليمنيين. وبالتالي فاننا لا نسعى ولا نقاتل ولا نقدم التضحيات الا من اجل ان يتحقق الامن والاستقرار والسلام لليمنيين. سنلقي على هذا الدرب الذي شكيتوه حتى يتحقق الامن والسلام سواء بالقوه او بغير القوه. ويجب علينا جميعا ان نكون مستعدين وان نعد انفسنا لتحقيق الامن والاستقرار اليوم باي طريقه كانت سواء بالقوه او بغير القوه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح واؤكد لكم ان قيادتنا وكلنا معكم ومن اجلكم سنعمل كل ما نستطيع من اجل ان نمكنكم
ما تصل إليه من سواء علاج أو غيره. كلنا نعرف وكل ما نستطيع. صحيح إدارتنا يعني غير كافية، لكننا في الموجود سنكون بإذن الله تعالى. شكراً لمحافظتك على كل ما في الاتباع من أجل أن يبلغ اليمنيين. هذه المحافظة لها حق على كل اليمن لأنها سفارة. ومن السبب الدليل ما قام به الشهيد البطل المتعب. ومن السبب الجديد أن محافظة هي أول محافظة تنتظر ضد تنظيم جماعة الكبيرة الهادية. هذه المحافظة هي سفارة، وأنا متأكد وأثق وغيري كذلك أثق أننا سنبدأ أن نصل من داخل المحافظة ومن بقية المحافظة، وسيكون في الساحة الساحة بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.